موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر إذا باق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن وقرآنه فإذا قرأ
Oh,
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله